السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. A three مفرداتي. Continue the first lesson. أشارك باللعبة وأبدأ بأي اتجاه أختاره، ثم أقرأ المفردات قراءة جيدة وأخمن المعنى للوصول إلى الكأس. هلأ I tell you أشارك sharing display to play and read the new words good reading I think that what is mean to reach the الكأس. أبدأ first أبدأ begin حفل مولو بلد زوار حلق الشعر الهند الهريس نقود الصين عجين القمر اليابان yes now نبدأ first أولا حفل مولود اليابان بلد زوار حلق الشعر الهند هي مولود الهريس نقود for emirates الصين Chinese عجين القمر for Chinese أعمق فهمي أتعاون مع أفراد مجموعتي في الإجابة عن الأسئلة الآتية شفوية You don't write only talking ما اسم الاحتفال بالمولود الجديد في الصين؟ What is the name of the celebrate for Chinese? And here, متى يحتفل اليابانيون بالمولود الجديد؟ Which time the Japanese people celebrate for a newborn? كيف يحتفل بلد كولي بالمولود الجديد؟ ماذا يفعل أهل الإمارات عند الاحتفال بالمولود الجديد؟ What you do the Emirates people and when they born new baby. Now اكتب مولود جديد. أخطط لكتابتي. أملأ المخطط الآن. ثم أكتب دعوة لصديقي لحضور الاحتفال الخاص بالمولود الجديد. You put اسم المدعو. You write here اسم المدعو. المناسبة. Celebrate. الزمان. Place. العنوان. Address. عبارة ترحيبية. أهلا وسهلا. Finish. أكتب المسودة أولاً لبطاقة الدعوة مراعياً التخطيط الذي قمت به. You can make new, you can make بطاقة. Now, after you finish to write for the بطاقة, you can أعيد الكتابة. Again, you write. أقوم بتصميم بطاقة. دعوة على دفتري ثم أعيد الكتابة مراعياً الملحوظات التي قدمها لي المعلم أحتفل بكتابتي تحت إشراف أسرتي أقوم بكتابة الدعوة باستخدام الجهاز اللوحي Now, in the first, look أقوم بتصميم بطاقة You can draw one بطاقة, you know بطاقة Celebrate على my homework in the copy book. ثم after I write it in the copy book only.